الأهلي مبروك يا أهلي، فاز بثلاث أهداف. دي بداية المشوار بتاع بطولة العالم للأندية اللي في المغرب. الأهلي فاز بثلاث أهداف على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ثلاث أهداف مقابل لا شيء، 3-0. طيب مين سجل الأهداف؟ حسين الشحات، محمد شريف، بيرسي تاو، وعلي معلول. المباراة شهدت أداء ممتع من جانب النادي الأهلي. يوسف مش أنت زملكاوي؟ بصوا احنا عندنا اتفاق، وهذا الاتفاق مبني على قناعتي الذاتية، أنا اللي خدت قرار إن نعمل الاتفاق ده ما بيننا جميعا وما بين بعض. إيه هو بقى الاتفاق؟ احنا بنلعب رياضة، أنا زملكاوي، زملكاوي، أشجع الأهلي في أي مباراة دولية. أنت عايز الأهلي يبقى بيلعب مع أوكلاند، أشجع مين يعني؟ أشجع الأهلي طبعا طبعا، وأبقى فرحان جدا كمان. طيب أنا عندي موضوعين عايز أتكلم فيهم النهاردة، واحدة منهم على الماتش بتاع النهاردة ومشواره بإذن الله يا رب يكلله بمنتهى النجاح في كأس العالم للأندية، وأزمة القيد بتاعت الزمالك. بس خلوني أستقبل على تليفون ناقدنا الرياضي بارز أستاذ صبري سراج، منورنا. مساء الفل يا استاذ يوسف، مساء السعاده. يا مساء الجمال، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي على فوز كبير تحقق النهارده. قول لي الماتش شفته ازاي؟ النادي لعب حلو، شد حيله، كور كانت حلوه، تمريرات من اللي بالنا فيها. الحقيقه الاهلي قدم مباراه متزنه جدا. عايز اقول ان هي الاهلي النهارده بيقابل فريق في فروق واضحه ما بين النادي الاهلي وبينه. النادي الاهلي افضل في كل شيء. الاهلي زي ما بنقول كده بالبلدي ما حرقش جاز كتير النهارده، ودي حاجه كويسه، وفي نفس الوقت قدر يقدم اداء ممتع في كره حلوه ويحقق نتيجه كبيره يقول انه متواجد بشكل قوي في كاس العالم للانديه. طب ده شيء رائع جدا، علما بانه اوكلاند عاده موجود في البطوله، يعني لانه في ناس اعتبرت ان اوكلاند مستواه مش قد كده فعشان كده الاهلي كسب وما الى ذلك، بس اوكلاند دائما حاضر في كاس العالم للانديه. اوكلاند اكتر فريق شارك في كاس العالم للانديه، يمكن اكتر من الاهلي كمان. لكن طبعا هو ضعف المنافسه اللي هو بيلعب فيها القاريه يعني، وقله عدد الانديه اللي بتشارك فيها بتديله فرصه دايما ان هو يكون متواجد. لكن الحقيقه ان الاهلي افضل في كل شيء. يعني النهارده الاهلي كانه بيلعب مباراه، يعني في مباريات اصعب منها كتير في الدوري العام. مع ذلك الاهلي ادى الماتش حقه بشكل متزن، قدر يحقق نتيجه كبيره باداء كويس، ما جاش عليه هجمات خالص تقريبا. يعني الشناوي كان من ضيوف الشرف في المباراه. هجوميا الاهلي كان فايق ووصل كتير للجول. محمد شريف ضيع اكتر من فرصه الحقيقه، كان ممكن يقتل المباراه من اول ثلاث دقائق تقريبا، وضيع بعديها كورتين كمان في الشوط الثاني، لكن سجل. بيرسي تاو وكهربا عملوا احلى جول في المباراه، كره فيها مهاره عاليه جدا من كهربا، اسيست بتاع برجلو تاو، فينش كويس جدا من تاو. الاهلي قدم عرض ممتع يعني، خصوصا في الشوط الثاني. يمكن الشوط الاولاني كان اللعيبه واقفه شويه، وفي زي ما بنقول بنقرا الفرقه اللي قدامنا اكتر، لكن مع الهدف بتاع حسين الشحات في نهايه الشوط الاولاني حرر الفرقه جدا وصدر احباط كبير، لانه جه في وقت صعب قوي لفريق اوكلاند في اخر تقريبا ثلاث دقائق في الشوط الاول. فالاهلي نزل الشوط الثاني بمعنويات اكبر بكتير، والماتش اتسهل، وقدر النادي الاهلي ان هو يسجل هدفين منهم. للهدف الثالث ده كان هدف يعني جميل تحب تتفرج عليه يعني. ما شاء الله، طب دي حاجه جميله. الماتش الجاي هيبقى مع مين؟ مع سياتل الامريكي، وده اعتقد ان هو فريق هيتعب الاهلي لانه فريق قوي بدنيا. البطوله الحقيقه بتبدا من الدور ده، يعني دايما البطوله يعني بيبقى فيها نديه اكبر بدءا من الدور الجاي. فما اعتقدش ان هو هيبقى ماتش سهل على الاهلي، ممكن الاهلي يكون اكثر مهاره اكثر خبره في البطوله، لكن هنقابل فريق بدنيا حاضر جدا ومنظم، فمش هتبقى مواجهه سهله يعني.